جينا لمرحلة إن إحنا عايزين نعرف بقى الـ EJS بتاعة الإندكس، البرودكتس اللي اتحدفت دي بقى عايزة بقى أشتغل، أبدأ أشتغل عليها شغل كويس. فأنا عندي إنكلود وعندي الدفاية اللي هي الكونتينر بتاعتنا، وبعد كده عندي التكست اللي هو الدينجر ده مش محتاجينه خلاص، نبدأ نقول بسم الله. ماشي، هبدأ أشتغل على إيه؟ أول حاجة هنعمل مثلا الدفاية دي، ممكن نعمل لها ستايل الكونتينر بتاعنا. الستايل ده نديها بس مارجنز كده، عشان مارجن توب اديها مثلا 100 بكسل زيادة، وابدأ اقول لها اعمل كود من على السيرفر على طول، اقول له اف نبرو. خدوا بالكم انا بعمل علامة العلامة دي واحط بيساوي، معناه انا عايز اطبع حاجة. طب ما كملت، يبقى انا عايز اكتب كود يشتغل يرن على السيرفر، يعني شوف ناتج تنفيذه بس، شوف ناتج تنفيذه بس. فقلت له برودكت اللي كانت محذوفة لي، خلاص احنا عرفنا ان هي محذوفة من الاندكس جي اس، اللي حذفت لي هي من في الايه في الريندر. ايوه ماشي، هتعمل فيها ايه؟ قلت له البرودكتس ديت دوت لينس، لو اكبر من الزيرو يعني عدد المنتجات اللي جايه لي اكبر من الزيرو، يعني اكبر من الزيرو يعني في منتجات في الحاله دي هتعمل لي شغل هنا هقول لك عليه من اول هنا لغايه هنا. كل بقى ال HTML اللي هنا يعني مثلا هكتب هنا ايه في بانت، طيب إلس يبقى هيعمل لي من اول هنا لغايه قفله القوس ده هنا، وكل HTML هنا هيبقى عباره عن داتا مش ايه مش مفيش نو داتا اكزيست، نو داتا ايه اكزيست دي بتطلع لما يكون مفيش بيانات موجوده عندي. ماشي، ممكن نعملها دلوقتي كده للتجربه، هقول له بي يعني باراجراف كده بسيط، هدي له كلاس الباراجراف ده، هدي له كلاس مثلا تكست سنتر هقول له مثلا نو برودكتس فاوند، وهقول له مثلا جو وعمل له لينك يعني ايه هايبر ريفرنس مثلا على سلاش اد، وهقول له جو او بلاش جو كليك وكلمة هيج خلاص، يعني كليك هير تو اد برودكتس. ماشي، دي في حالة طبعا الرسالة مش هتطلع ابدا الا لما يكون اول مرة الداتابيز فاضية خالص، مفيش لسه عندي في الداتابيز اي بيانات، ففي الحالة دي بقول له اعمل بالشكل ده. اما لو في بيانات هيقول لي الداتا ايه اكزيست، وربنا يسهل ونعرف ان ايه نشتغل عليها، او ممكن نطبعها كده اهو واقول له ايه البرو ده لو في داتا. طبعا هنا في داتا هقول له داتا اكزيست وهطبع الاوبجكت اوبجكت اوبجكت دي، إلس يبقى هيقول لي نو برودكت تو اد. لو جينا جربنا الكلام ده هو قال داتا اكزيست واوبجكت اوبجكت اوبجكت الصور بعضها. طب لو انا فضيت الداتابيز دلوقتي افضيها، عايز افضيها اسرع، هقول له كده اس كيو ال واقول له عايز اشغل جمله ديليت، ديليت فروم برودكتس وير زيرو، قلت له يلا جو انت متاكد؟ قلت له توكل على الله وزوده كده مش 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 امر. سيلكت انا عايز ديليت وير 1 عشان يبقى ترو، فيمسح لي 10 رو ديليتد، كل الداتا اللي كانت موجوده عندي اتحذفت.
تعالى بقى للايه، ويلكم تو برودكتس مانجمنت، مانجمنت بس ماشي مش مشكله. وتعالى بقى نعمل ريفريش، قال لي نو برودكت فاوند، كليك هير تو اد برودكتس، كده مظبوط كده 100 100. ولما كليك على هير وداني فعلا على اد وزي الفل. كلام جميل، كلام جميل. نبدا بقى ايه العرض بعد ما ضيعنا الداتا. مش مشكله يعني، هنضيف داتا دلوقتي ونشتغل عليها، ما فيهاش مشكله خالص. اللي احنا عايزين نعمله ايه لو كان في داتا؟ مش عايزين بقى نعمل الكلام ده ولا الباراجراف الجميل ده ولا اي حاجه، لا مش ده، ولا عايزين نعرض المنظر بتاع داتا اكزيست والحاجات العبيطه دي. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تيبل. التيبل ده هديله كلاس تيبل. تيبل مثلا هوفر، ماشي. واعمل في التيبل ده تي هيد، عشان احط العناصر اللي في التي هيد على تي ار، والتي ار بتاعتي عباره عن تي اتشات. كل تي اتش طبعا السكوب بتاعها هيبقى عباره عن كولم، يعني عباره عن كولم مش كل جروب ولا حاجه. وهتبقى اول حاجه عندي الاي دي، هاخد من السطر ده كده كوبي بيست التايتل. لا خلينا في البرودكت ايمج، الايمج التايتل عنوان البرودكت، خليها بعد كده الكاتيجوري تحت انه اللي هي الموديل يعني، وبعد الكاتيجوري كوانتيتي، وبعد كوانتيتي البرايس، بعد برايس مش هعرض الديسكريبشن، بلاش نعرض الديسكريبشن في التيبل ده. لكن عايز اعمل حاجه اسمها اكشن، والاكشن دايما بيبقى هنضيف فيه في الرو دوت اللي هو زرار الديليت وزرار الايه وزرار الايديت، عشان لو عايز ايه يديليت او يديت الداتا اللي موجوده عنده. ماشي، ادي تي ار اهي زي الفل. تعالى بقى ايه، بعد ما خلصنا التي هيد دي هنخش بقى على التي بادي، يعني التيبل بادي بقى الداتا ذات نفسها هنشتغلها ازاي. فقلت له تي بادي، ادي التي بادي بتاعتي. بس التي بادي بقى فيها شويه شغل، لان كل رو المفروض بقى ما اشوف اجيب من الداتابيز. احنا خلاص متاكدين ان البرودكتس دوت لينس اكبر من الزيرو، يعني واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه، فعايز اعمل عليهم فور ايتش او فور لوب وعدي. وكل بقى ما الاقي سجل ارميه في رو، كل ما الاقي سجل ارمي رو، كل ما الاقي سجل ارمي ايه؟ ارمي رو. فاقوم عامل ازاي؟ ادي التي بادي بتاعتي، ونبدا نعمل بقى الايه العرض بتاعي. هاجي في التي بادي، هو قايل ايه؟ برودكت. انا هعمل بس ايه عشان اشتغل بقى الحاجه دي، هتشتغل على السيرفر مش ده اتش تي ام ال يعني ولا حاجه. هقول له برودكت دوت فور فور ايتش، وهعمل بقى اللي انا هقول لك عليه ده في الفور ايتش. ايه هو؟ اول حاجه انا عاوز كل فور ايتش، كل لاين في البرودكتس هتسميه برودكت، كل لاين في البرودكت هتسميه برودكت بس، ماشي. كوما، ودي اديني مين والاندكس بتاعه عشان ابقى عارف ده رقمه كام. خلاص، والاندكس بتاعه عشان ابقى عارف ده رقمه كام، واعرف فانكشن كده. و نبدا بقى ايه نتكلم عليها، بس نقفل القوس كده، بلاش القوس دلوقتي، هنقفله تحت وعاملين كده ماشي. خلاص، ايه بقى اللي هيتم، ايه اللي هيتم لما تلاقي حاجه زي كده؟ مع كل برودكت، برودكتس فور ايتش، هيعدي على كل البرودكتس، كل ما يلاقي برودكت هيسميه برودكت ويقول الاندكس بتاعه كام، ماشي. وادي البدايه، وهنشوف النهايه تحت. بس في البدايه بقى عايز ارمي رو، يعني مع كل واحد بقى، مع كل واحد هرمي له ايه؟ هرمي له تي ار. خلاص، والتي ار دي هيبقى اول واحد فيها عباره عن تي اتش، اول واحد بس اللي هو رقم المنتج بتاعي. خلاص، التي اتش ديت السكوب بتاعها رو، مع انه ده الديفولت يعني مش لازم نكتبه، بس ماشي. تي اتش الاولانيه، ودي هتكتب فيها يساوي حاجه، الداتا هتيجي من على السيرفر. ايه الداتا اللي هتتكتب هنا؟ اللي هتكتب هنا هتروح على البرودكت
خلاص دوت برودكت اي دي، خلاص كده برودكت دوت برودكت اي دي. بعدين هعمل تي دي عاديه بقى، سيبك من السكوب بتاعها مفهومه. التي ديت عايزين نحط فيها ايه؟ الايمج. طيب قبل الايمج والكلام ده كله، بعد ما اخلص كل التي ارز بتاعتي اللي انا عايزها، طبعا مفترض انا عندي دي للايمج صحيح، وبعد كده عندي مين تاني، وعندي واحده التايتل للكاتيجوري، تايتل والكاتيجوري والكوانتيتي والبرايس والاكشن. طبعا انا بكتب كده كلام اي كلام يعني ثابت، يعني الداتا دي هتتكرر كده ثابته، بس هنغيرها كمان شويه عشان عايز بس ايه اظبط الفوريتش بتاعتي عشان اكملها، مش عايز مش عايزين ننساها. انا عندي برودكتس دوت فوريتش وبرودكت، ادي البرودكت اهو اللي انا جبت منه برودكت دوت برودكت اي دي، والاندكس بتاعي المفروض اطلع بقى كل الحاجات التانيه دي. وبعد ما اخلصهم كلهم وقفلت التي ار بتاعتي، عاوز اعمل ايه؟ عاوز اقول له ان في قفلت، ادي قفلت الايه؟ الكوس بتاع الفوريتش اللي انت شغال عليها بس خلاص. لا في كوس كمان اللي هو قفلت الايه؟ الايتش فور وادي ايتش، خلاص كده تمام جدا. وادي التي بادي وادي التيبل والكلام الجميل ده كله. كان المفترض ان الفوريتش دي تبقى شغاله معايا مظبوط لو انا رحت دوست هنا كده مفيش اصلا داتا. تعال نضيف كده اي سامسونج فون اكس لو كان في حاجة كده اصلا، واخترت من ايميجز مثلا لو كده ماشي و سيف. كلام جميل جدا، قال لي فيه وجاب لي داتا الاي دي الايمج التايتل الكاتيجوري الكوانتيتي البرايس الاكشن، وفعلا في صوره او في منتج رقم 22 لو ضفنا كمان ايفون مثلا. وجبنا اي صورة وقلنا له سيف ريدايركت بيا، ولقينا في صورة 22 وصورة 23 والدنيا زي الفل. كلام جميل جدا. عايز بقى اعمل ايه بقى؟ انا طلعت بس مؤقتا الاي ديز، عايز اطلع بقية البيانات يعني التايتل زي دي بالظبط كده اهو، ادينا في التايتل بس بدل برودكت دي هيبقى تايتل. شوف كده بنعمل ريفريش اهو جاب لي التايتل، حاجه جميله جدا. كاتيجوري بقى والكوانتيتي والبرايس، ادي الكاتيجوري وادي الكوانتيتي وادي البرايس. سيف ارجع احط رقم 5. ادي التايتل بتاعت الحاجات اهي موجوده، وادي الكميات وادي الارقام وكده تمام جدا. كده فاضل لي ايه؟ الايمج والاكشنز. الاكشنز سهله لان الاكشنز بتاعتي المفترض تبقى لينكات اساسيه، يعني انا هعمل هايبر ريفرنس لينك هيبقى سلاش، وبعد كده ايديت هيبقى في بقى زي سلاش اد، هيبقى في سلاش ايه سلاش ايديت، وبعد السلاش ايديت هيبقى رقم الايه البرودكت اللي انا عايز اعمل له ايديت. يعني لو انا واقف عند واحد يبقى واحد، انا عايز احط نقط. لو انا برمي البرودكت رقم 22 يبقى ايديت واكتب بعدها 22، لو انا برمي البرودكت 23 يبقى ايديت وبعدها برودكت 23. يعني ممكن اخد الحته دي صح، مش دي كانت بتديني رقم المنتج كده بقى معناها ايه بقى؟ بقى دايناميك سلاش ايديت سلاش ورقم المنتج اللي انت فيه، انت
اللوب بيلف في البرودكت 22 يبقى ايديت على 22، البرودكت اللوب بيلف على 23 يبقى ايديت على 23، اللوب بيلف 24 يبقى ايديت على 24 وهكذا. خلاص بقت اللينكز نفسها كده بالنسبه لي دايناميك الهايبر ريفرنس اللينك بتاعي. طيب ايه تاني يا عمي؟ قلت له والله تارجت عشان لما يجي يفتح اعمل له اندرسكور بلانك عشان لما يكليك على الايديت يفتح له صفحه تانية. خلاص زي ما انا عايز هشيلها شيلها. وي ادي له بقى كلاس، الكلاس بتاعي يطلع بيطلع في شكل باتن، بس باتن سمول باتن يعني. وادي له لون بي تي ان سكسس. ده الايه اهو، وده هنسميه كلمه اديت. ماشي حلو جدا. عايزك بس لما اقف ان هو بيطلع هنا، بيطلع هنا هنت عايزك تاخد بالك منه. موقف على الاولاني الهنت مكتوب عليه لوكال هوست 8081 سلاش اديت سلاش 22. اقف على تحتيه اديت 23، يعني حتى لو دوسنا اهو اهو بقى ايه اديت على 22، بس طبعا لسه ما ظبطناش الجيت بتاعتنا في اديت 22 اهي. ولما ادوس على الزرار اللي بعديه قال لي سلاش اديت و 23. كلام جميل جدا. اللي عليه الدور مين بقى؟ نعمل جنبيه بقى دول ايه الزرار التاني بس بتاع الديليت بقى، يعني ممكن ناخد منه، ناخد من ده من اللينك ده كده كوبي وندي بيست، بس المره دي هنقول له انت هتروح على ديليت وبعد الديليت رقم المنتج برضو مش هي مشكله خالص، بس والزرار هيبقى اسمه ديليت واللون بس اللي ممكن دينجر مثلا اهو. كلام جميل جدا. وادي طبعا الديليت اهي بقى الديليت 22 وادي الديليت على 23، يعني فتحناهم ادي الديليت على 22 ولو دوسنا على ده بقى الديليت على 23 بس لسه ما برمجناش. كلام جميل كده. تبقى ليا مين؟ تبقى ليا الصوره. الصوره بس لو ظبطناها الدنيا هتبقى هيبقى كده العرض بتاعنا كمل. نخلي العرض بتاع الصوره في فيديو ايه الصوره بتاعه المنتج فيديو تاني.